بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يطيب لي في هذا اللقاء الافتتاحي لهذه الدورة المباركة أن أتناول بعض القضايا المتعلقة بما يسمى بالتيارات الفكرية. والحرص قائم على أن أؤصل لدراسة هذه المادة من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن العلم بهذه التيارات يساعد الإنسان على حسن الحوار وإجراء المناظرة وإيقاع الجدل إذا يسرت الأسباب للاستيعاب لهذه المادة. فعندما نقول كلمة التيارات الفكرية نجد أن أصل الكلمة قد ورد في لغة العرب، وقد أطلقوا كلمة تيار على موجات البحر أو على أمواج البحر، وهي تتعلق من حيث الواقع بالقوة والضعف. هذا إذا تعلقت الكلمة بالمحسوسات، وأما إذا تعلقت الكلمة بالمعقولات فإن الكلمة أيضا تتعلق بالروافد الفكرية من خلال أناس معينين أو جماعات معينة. إذن فالكلمة تدل على حركة قوية تتعلق بالمحسوسات أو تتعلق بالمعقولات. لسنا بصدد الحديث عن التيارات المتعلقة بالمحسوسات، وإنما بصدد الحديث عن التيارات المتعلقة بالمعقولات، أي بالأمور العقلية. ولهذا جاءت الصفة بكلمة الفكرية، والفكر هو عمل العقل في أمر ما، والفكرة هي الخاطرة التي تقوم بعقل الإنسان دون أن تخرج إلى حيز الظهور. والأفكار هي ناتج الفكرة عندما تخرج من العقل لتدون في السطور، فنقول هذا فكر فلان أو هذه أفكار فلان. وفي كل هي إعمال العقل في أمر ما من الأمور. فإذا ما نظرنا إلى التيارات الفكرية التي هي عمل العقل وجدناها تتعلق إما بالأمور الدينية من ناحية، أو بالأمور الدنيوية من ناحية ثانية، أو هي جامعة للأمرين معا في وقت واحد. وهذا الكلام أصله موجود في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الأفكار المتعلقة بالقضايا الدينية إما أن تكون متعلقة بمعتقدات وضعية، أو متعلقة بمعتقدات سماوية. وكذلك الأفكار المتعلقة بالأمور الدنيوية إما أن تكون متعلقة بأمور سياسية أو أمور اقتصادية أو أمور اجتماعية أو ما شاكل ذلك. وعندما ننظر في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن الحق سبحانه قد كشف له النقاب عن هذه التيارات، وبين له السبيل
للتعامل معها دعوياً من ناحية، وإحقاقاً في بعض المواطن أو إبطالاً في مواطن أخرى في كثير من النصوص. وكلمتي ليست بالجديدة بالنسبة لكم، ولكنها تذكرة من ناحية وجهد للاستنباط من النص القرآني من ناحية ثانية، لنؤصل بتسمية حديثة، ولكن جوهر التسمية قديم من حيث التعلق، لأنه ورد في الكتاب كما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحق سبحانه وتعالى أخبرنا أن العلم بحال من نخاطبهم هو من فروض العين، حتى نتمكن من أداء الخطاب وفق مقتضى الحال، وهو ما يشتق من قول الله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هنا العلم بالمدعوين من كافة جوانب العلم. ولهذا رأينا القرآن يذكر معتقدات تبلغ حداً في الكثرة، منها ما هو وضعي، ومنها ما هو منسوب إلى الوحي الإلهي. هذا إذا تعلقت التيارات بالجوانب الدينية. وفي مقابل التيارات الدينية وجدنا النص القرآني يصرح كذلك بوجود تيارات قائمة على أساس غير ديني، وهي التيارات المادية أو التيارات الدهرية أو ما يسمى بعد بالملاحدة أو الزنادقة أو ما شاكل ذلك. وهذا من أجل رسم السبيل لخطاب هذه الطوائف. والدليل على هذا أن الحق سبحانه وتعالى قد أبان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طوائف من الناس لم تستجيب لداعي الحق، ولم تقر بشرع، بل إن غلوها قد تجاوز المدى عندما أنكرت قضية الخلق وقضية الخالق، وتنكرت لحقيقة الحقائق، وذلك في قول الحق سبحانه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا. فهذا إلا الدهر، فهذا إنكار لقضية هذا التيار المادي الذي كان سابقا على بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء القرآن به بصيغة العموم. وقرأنا في كتب التاريخ والسير تفسيرا لهذا الغلو في الشطط العقلي أو الشطط الفكري في العبارات التي قالها قائلهم، ونحفظها جميعا: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وإذا بالقرآن يرسم السبيل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يستخدم ما يتناسب مع هذا التيار على أساس من إحياء الفطرة الكامنة في النفس من ناحية، وعلى أساس تحريك البديهيات العقلية من ناحية ثانية، وعلى أساس من توظيف الحواس القائمة بالإنسان باعتبارها من وسائل الهداية من ناحية ثالثة. هذا التيار الذي كان كما قلت قبل البعثة لا يزال قائما حتى يومنا هذا، وهو أشبه ما يكون بالضوء الذي يخفت حينا ويسطع أحيانا أخرى، وما سطوعه إلا بخفوت صوت الدعاة القوي الجريء المحكم المتين.
فعندما تكون الدعوة قوية برجالها وبقدرتهم على البيان والتبليغ والمحاجة وما شاكل ذلك، نجد خفوتاً أو نجد ضموراً لهذا الصوت، لو الصوت المادي أو الدهري أو الزنادقة أو الملاحدة أو الوجوديين، أسماء تبلغ حداً في الكسرة، ولكن مضمون الفكرة واحد، أنه لا إله والحياة مادة. إذا بالقرآن يلفت نظرنا إلى أن نستخدم قانون السببية، وذلك بطرح السؤال الذي نحفظه جميعاً إلى هؤلاء: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ وكل الآيات التي افتتحت بقول الحق سبحانه أمن، إذا ما قرأت هذه الآيات أو جمعتها فإنها نعم العون إن شاء الله على أن تحرك في هؤلاء البدهيات العقلية، أمن خلق السماوات والأرض، أمن يجيب المضطر، أمن إلى آخره، هذا تحريك لما هو كامن في فطرة الإنسان أو في عقل الإنسان، وهو قانون السببية، والذي صيغ بعبارات سهلة ميسرة لكل صنعة صانع، لكل حدث محدث، لكل أثر مؤثر إلى غير ذلك. وهذا الذي قيل على لسان بعض العرب أيضا فيما نحفظه جميعا من آثار، كما قال: البعرة تدل على البعير والسير إلى آخره، فوظف البدهيات العقلية لإثبات الوجود في مقابل توظيف اللجج أو الشطط أو المغالبة لنفي قضية الوجود. هذا التيار كما قلت كان ولا يزال، وسبيل محاورته في أيامنا هذه من طريقه بنص القرآن الكريم. الطريق الأول النظر في آيات الله الكونية، الطريق الثاني النظر في آيات الله الإنسانية، لأن الله هو الذي نبهنا إلى هذا، وذلك في قول الحق سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن فسبيل العلم بالله من ناحية، وسبيل إقامة الدليل على وجود الله من ناحية، بل وسبيل بيان صفات الكمال القائمة لله من ناحية ثالثة، إنما هو في دراسة متأنية تتعلق بأمرين: الأمر الأول ما نسميه في علم الدعوة بآيات الله الكونية، الأمر الثاني ما نسميه في علم الدعوة أيضاً بآيات الله الإنسانية. واسمحوا لي في هذا اللقاء أن أشير إلى أن الوقوف على معاني الآيات الكونية في أيامنا هذه لا يتأتى أن نعول فيه جملة وتفصيلاً على ما ورد في كتب التفسير أو شروح السنة. لماذا؟ لأن الذين تناولوا الأمور الكونية في القرآن، وأظننا جميعاً يعرف المراد بالأمور الكونية ما عدا الإنسان مما هو محسوس أو مدرك في مقابل الإنسان، الذين تناولوا ذلك بالبيان في كتب التفسير القديمة إنما عولوا على مدلول الكلمة في لغة العرب، وهي نقطة البدء في البيان، ثم انتقلوا من مدلول الكلمة في لغة العرب إلى ما أثر عن العرب من ناحية بشأن الكلمة الواردة في النص القرآني، أو ما أثر عن التراث الهندي أو التراث اليوناني أو التراث المصري
أو التراث الفارسي بفترات زمنية طويلة. والدليل على هذا أننا عندما نرجع إلى أول آيات تناولت الأمور الكونية في النص القرآني في صدر سورة البقرة، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد إلى آخره، نجد أن ما كتب في كتب التفسير حول هذه الظواهر الجوية لا يمكن أن نطرحه على مسامع أهل العلم في أيامنا هذه. لماذا؟ قلت لأن النقل كان اعتماداً على ثقافة سائدة، أو ترجمات تمت، أو آثار معرفية عند القدامى، مما لا يمكن أن نطرحه في زماننا هذا في كثير من جوانبه. ولهذا نحن مطالبون عندما نتعامل مع هذه النصوص أن نقف على الدراسات العلمية التي خدمت هذه الأمور الكونية، وألا نأخذ الفرضيات ولا النظريات، وإنما نأخذ الحقائق باعتبار أن الحقائق ملزمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومثل ذلك أيضا عندما نتناول الآيات الإنسانية بالبيان، فلا يتأتى أن نقف كذلك عند حد ما كتبه السابقون، لأن كثيرا منه قد عفى عليه الزمن، باعتبار أن الآثار الفكرية في الأزمنة الأولى كانت تعتمد على التأمل وعلى النظر، والتقدم العلمي قد أجرى كثيرا من البحوث والدراسات المحكمة الدقيقة التي أفضت إلى حقائق يقينية في بعض جوانبها. وليس أدل على هذا من أنك لو رجعت مثلا إلى تفسير الفخر الرازي، وهو يتناول قول الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ستجد أنه قد انتصر إلى الفكر اليوناني في ثبات الأرض وعدم دورانها وانتفاء الإحاطة بأطرافها ودوران الشمس حولها إلى غير ذلك مما ترجم من علوم ومعارف كانت تعتمد على التأمل البصري دون البحث العلمي التجريبي أو البحوث التطبيقي. إذا هذا التيار المادي كما قلت إنما يخاطب بما يتعلق بقانون السببية من ناحية، واستكشاف سنن الله جل في علاه فيما يتعلق بتركيب الكون ونظمه، وما يتعلق بتكوين الإنسان وبنيانه. ومن خير من كتب في هذا الميدان في الآونة الأخيرة ما نقرأه في كتاب قصة الإيمان، إذا تعلقت القضية بالجوانب الإنسانية، للشيخ نديم الجسر، هذا في مجال الإنسانيات. وما كتبه كذلك دكتور محمد علي البار فيما يتعلق أيضا بالجوانب الإنسانية، وما كتبه الدكتور علي مخيمر فيما يتعلق بإعجاز القرآن في خلق الإنسان، وما كتبه كثيرون في مجال الآيات الإنسانية. وأما ما يتعلق بالمجالات الكونية فإننا أحوج ما نكون إلى أن نرجع إلى المنتج العلمي الحديث في مجال الكونيات. وخير ما يقرأ في هذا الميدان ما كتبه وحيد الدين خان في كتابه الإسلام يتحدى، وكتابات أيضا الدكتور جمال الفندي، وله أكثر من كتاب
فيما يتعلق بالظواهر الكونية في الآيات القرآنية، حيث كشف النقاب عن سنن الله جل في علاه فيما يتعلق بنظمه لهذا الكون، وكذلك ما ورد في كتاب الدكتور عبد الله شحات الله يرحمه في تفسيره أو للآيات الكونية، ومثل ذلك كثير، ولكني قلت قيدا يعرفه العام والخاص، وهو أننا لا نأخذ إلا ما وصل إلى مرحلة اليقين فيما يتعلق بهذين الأمرين، أي أمر الأمور الكونية وأمر الأمور الإنسانية، وذلك من خلال مواقع علمية يعرفها الخاص والعام، والتي تخضع لعنوان نسمع عنه جميعا، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. هذا عن تيار واحد من التيارات التي أشار إليها النص القرآني، وقد قلت إن هذا التيار كان قديما وكان معاصرا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال هذا التيار قائما، والغيب لا يعلمه إلا الله، لكن بشواهد أو ظواهر النص القرآني، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، وكذلك إن شأن نزل عليهم، إن إلى غير ذلك، قد يمكن القول إن بقاء هذا التيار قد يمتد إلى حين ما من الأحيان. هذا تيار أول، وهو قائم على أساس لا ديني. وأما التيارات التي قامت على أساس ديني ولا تزال قائمة حتى وقتنا هذا، فإنها تنقسم إلى قسمين: تيارات قامت على أساس ديني وضعي، وتيارات قامت على أساس ديني سماوي. أما ما يتعلق بالتيارات التي قامت على أساس ديني وضعي، فقد كانت سابقة في وجودها على بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنها قديمة قدم الوجود الإنساني بعد آدم عليه السلام بفترة ذكرها ابن عباس في قوله: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم بدأ الانحراف العقدي أو بدأ الانحراف الديني، فكان العدول عن الوحدانية أو الوحي الإلهي إلى الديانات الوضعية، بدءاً مما أشار إليه القرآن الكريم في قول الحق سبحانه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر إلى آخره. وهذا الذي وردت الإشارة إليه لا يزال قائما. أنا حريص في هذا اللقاء على أن أؤصل لما يسمى بكلمة التيارات الفكرية، وإن القرآن الكريم عني بها، رغم أن كتاباتنا كمسلمين لم تنتصر لهذا التأصيل مبلغ علمي. وفي الخاتمة نعطي فرصة لمن كان عنده دليل على غير هذا ليذكره أو ليتطرق إليه. قلت الاتجاه الثاني أو التيار الثاني، وهو تيار الديانات الوضعية، وحصرها غير مستطاع. هذا التيار كان ولا يزال قائما حتى يومنا هذا. فالتيار المتعلق بالديانات الوضعية إما أن يتعلق بمعتقدات حسية، أو يتعلق بمعتقدات روحية، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذين التيارين في ضوء ما نحفظ ونقرأ ونسمع.
ما يتعلق بالمعتقدات الحسية، وهي التيارات التي اتخذت آلهة وضعية من دون الله واختلفت أسماؤها بحسب حال الإله الذي تعبده من دون الله. فإن كان المعبود حجراً أو كان شجراً قيل عنهم بالوثنيين أو الصنميين، وإن كان المعبود ناراً قيل عنهم بالمجوس، وإن كان المعبود هياكل علوية استخدم بحقهم أو أطلقوا على أنفسهم مصطلح الصابئين. وهناك من المعتقدات الوضعية طائفة عبدت الروحيات أو الروحانيات. هذه الروحانيات منها ما يتعلق بالأسلاف يعني الآباء والأجداد السابقين في رأي، ومنها ما يتعلق بخلائق لم نرها بأعيننا ولم ترى إلا إذا شاء الله أن ترى، وهي المتمثلة في عبادة الجن وعبادة الملائكة. والقرآن الكريم قد أشار إلى أن الحق سبحانه وتعالى سيسأل الملائكة عن عبادتهم من دون الله، ونص القرآن على ما سيجيب به الملائكة قائلين للحق بل كانوا يعبدون الجن، وهي من العوالم الروحية كما قلت، وليست من العوالم الحسية، ولا ترى إلا إذا شاء الله لها أن ترى. هذا التيار العقدي المناوئ للدعوات السماوية قد رسم القرآن السبيل أيضا لمحاورته أو مناقشته، واستخدم في ذلك الأسئلة العقلية التي تتعلق بصفات الكمال القائمة بهذه المعبودات من دون الله. وذكر القرآن نماذج لحوارات سابقة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رسم السبيل له ليحاور هؤلاء من خلال أسئلة تطرح أو يقوم بطرحها هو على من أله من دون الله، وذلك بالسؤال عن صفات الكمال القائمة بهذه المعبودات من دون الله. والأسئلة كثيرة، سواء ما ورد مضافا إلى إبراهيم عليه السلام عندما طرح هذه الأسئلة على عابد الأصنام من قومه، وكانت الإجابة أو كان العجز عن الإجابة والعدول عن قولهم نعم أو لا، إلى التعلل بأن ما أقدموا عليه إنما هو من موروثات الآباء. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ مقتضى الإجابة الطبيعية أن يقول نعم أو يقول لا، ولكنهم أشاروا إلى أن الموروث الثقافي الباطن يؤثر على الرعية، كما أن الموروث الثقافي الحق كذلك يؤثر إيجابا على الناشئة. ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرح أسئلة مشابهة لهذه الأسئلة، وهي ما وردت الإشارة إليه في سورة الأعراف: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمع؟ هذه الأسئلة تحرك أو تبذر بذرة الشك في المستمع، تبذر بذرة الشك في المخاطب، هي لا تثمر. ولم يحدث أبداً أن بذرة بذرت فأنبتت وأثمرت في نفس الحين، وإنما تحتاج البذرة إلى فترة زمنية، قد تكون الثمرة على عجل، وقد تستغرق من الوقت الشيء الكثير حتى تكون الثمرة.
ولهذا بعد أن تطرح هذه الأسئلة على المسامع، وهذا ليس بالقديم، فمثل ذلك لا يزال قائما حتى يومنا هذا، والوثنيات يتبعها من البشر أكثر مما يتبع أهل الإسلام أو كذلك اليهودية أو النصرانية من حيث التعداد، سواء أقامت الوثنيات بالبوذية أو البرهمانية أو الوثنيات المختلفة الأشكال والألوان. هنا ينبهنا الإسلام إلى أن هذا اللون من المعتقدات إنما تطرح عليه أسئلة، لعل المستمع عندما يعود إلى بيته يتذكر تلك الأسئلة التي طرحت ويتحرك عقله فيها، فإذا ما عاد ثانية للوقوف أمامها وتذكر الأسئلة، ألهم أرجل اللي هي الحركة والقدرة والإرادة، أم لهم أعين اللي هو البصر، أم لهم آذان اللي هي صفة السمع؟ فإذا لم يجد شيئا من صفات الكمال القائمة بهذه الذات فإنه قد يعود إلى رشده مرة ثانية ويقلع عما اعتنقه أو دان به، وذلك له آثار إيجابية في كثير من الميادين. فإذا ما انتقلنا من الديانات أو من بقى التيارات التي تتبع ديانات وضعية إلى تيارات تتبع الرسالات السماوية، وجدنا أن هذه التيارات تنقسم إلى قسمين. قسم الأول ما يتعلق بمعتقدات أهل الكتاب، وقسم ثاني يتعلق بالإسلام. أما ما يتعلق بمعتقدات أهل الكتاب فهو ينقسم إلى قسمين كذلك، ما يتصل باليهود من ناحية وما يتصل بالنصارى من ناحية ثانية. ما يتعلق باليهودية كمعتقد أو كدين والتيار الذي يتبعها هو لا يناصب الإسلام العداء في المحلية أو العالمية، وهذا أمر نعرفه جميعا، لأن عقيدة نشر رسالة موسى ليست نصب عين أتباعه، وإنما العقيدة الراسخة عندهم تتمثل في الجوانب التالية: أولا أرض مقدسة وعدهم الله بها، فلا بد من بذل كل جهد ممكن للسيطرة على هذه الأرض، رقم واحد. رقم اثنين استحلال ماء ودم وعرض المخالف ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهذا أمر مأزون لهم به في شريعتهم كما يزعمون. الأمر الثالث وهو التشكيك في المعتقدات الأخرى التي تتصل بالوحي السماوي، وبخاصة ما يتعلق بدعوة موسى، بدعوة عيسى عليه السلام من ناحية، وبدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية ثانية. الأمر الرابع أنهم من خلال دعوتهم وعقيدتهم إنما يشكلون أيضا تيارا دعويا مضادا من خلال مراكز الاستشراق العالمية، والتي يتولى كبرها في كثير من الأحيان مستشرقون يهود يركزون قدر الاستطاعة على أمرين: الأمر الأول إعداد المادة العلمية التي تساعد المنصرين من ناحية والمشككين من ناحية على الطعن في الدين الإسلامي. الأمر الثاني إصدار ما يستطيعون إصداره من موسوعات تشوه صورة الإسلام، لا لشيء إلا لأنهم يعلمون علم اليقين
أن في قوة الإسلام إضعاف لشأنه، وأن في قوة الإسلام منعًا لمراده من الأرض التي وعدوا بها كما يزعمون، والسبيل للحيلولة دون تحقيق هذا إنما هو في شغل المسلمين بأنفسهم عن غيرهم. ومن الأمور التي نلمحها جميعًا ويعرفها أكثرنا أن مما يشغلهم ولا يزال قائماً كعقيدة راسخة نصب عينيهم هو ضرورة هدم بيت المقدس وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، باعتبار تصورهم أن الجدار الغربي لبيت المقدس إنما تكون حجارته أو حجارته هي من بقايا الهيكل، ولذلك يضعون ورقة مكتوب فيها هذا النص: شلت يمينه، أي هذا اليهودي، إن لم يهدم هذا البيت ويقيم الهيكل مكانه. إذن دي هي المخاطر المتعلقة بهذا التيار بصيغة العموم. ولكن هناك أخطار أخرى فيما يتعلق بهذا التيار، وهو يناوئ الدعوة الإسلامية العداء على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، فضلاً عن المناوئات السياسية. فإذا ما انتقلنا من هذا التيار المتصل بهذه العقيدة إلى ما يتعلق أيضاً بأتباع المسيح عليه السلام، وجدنا عقيدة راسخة عند القوم بعالمية دينهم، ونحن نؤمن كذلك بعالمية ديننا. إذن فنحن سنلتقي أو لا محالة على قضيب واحد لقاء قوة، والغلبة في هذا الميدان لمن اتسم أو اتصف أو أخذ بقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وأخذ بقول الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. والإسلام رسم السبيل لتعايش سلمي اجتماعي مع هؤلاء، ما لم يناصب المسلمين العداء فإن لهم من الحقوق ما درسناها ونعرفها أو يعرفها العام والخاص من أهل الاختصاص. لكن القضية الأهم، وهي بقى التيارات الفكرية المحسوبة على الإسلام، وذلك أننا كمسلمين وإن كنا قد تنازعنا في القرون الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، ونشأ عن تنازعنا فيما بيننا تيارات تبلغ حداً في الكسر. هذه التيارات من خلال الواقع تتمثل في الجوانب التالية: أولاً، تيارات لا دينية مع أنها لأسماء إسلامية ومحسوبة على الإسلام، ومع ذلك هذه التيارات قائمة، وسوف أشير إليه. ونحن لا نتكلم عن مصر، وإنما نتكلم عن عموم المسلمين، ونتكلم عن عموم التيارات المحسوبة على الإسلام من قبل جميع المسلمين. فنجد تياراً لا دينياً، ثم نجد تيارات دينية. هذه التيارات الدينية أيضاً انقسمت فيما بينها إلى أقسام تبلغ حداً في الكسر. نأتي إلى القسم الأول، وهو التيارات اللادينية مع أن أتباعها أو أشياعها محسوبون على الإسلام. لا يستطيع أحد أن ينكر، لا يستطيع أحد أن ينكر أنه في القرن العشرين قد ظهرت تيارات مادية أو شيوعية في بلاد العالم العربي والإسلامي، وأن هذه التيارات قد أصبح لها منظرون
ومؤسسون ولها أتباع وأشياع، ولم يقف الأمر عند حد الأفراد، بل رأينا أحزابا تنشأ وتجاهر بكل وضوح وصراحة بكلمة الحزب الشيوعي، وكان ذلك موجودا في بلاد الشام، وكان موجودا في بعض الدول العربية والإسلامية. وإن لم يأخذ هذه التسمية في بلادنا، ولكنه صبغ نفسه بصبغة تخفف من حدة العبارة، فقيل حزب اليسار أو حزب كذا، ثم وجدنا في الآونة الأخيرة من يقول باليسار الإسلامي في مقابل اليسار الشيوعي. هذا التيار المادي أو الدهري أو الإلحادي قد ظهر في فترة زمنية معينة، وبخاصة فيما بعد قيام الاتحاد السوفيتي 1917، ووجدنا مفكرين من ديارنا ومن منطقتنا العربية والإسلامية ينظرون لما يسمى بالشيوعية، بل إن بعضهم حاول أن يجعل للفكر المادي أو الفكر الشيوعي أصولاً مستمدة من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأنهم يدعون إلى القرآن والسنة، ولكن لأنهم يريدون أن يقولوا أو يقنعوا الناس بأن ما يدعو إليه ماركس ولينين وإنجلس والجماعة الشيوعيين دول كلهم إنما هو متفق مع ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا ببعض الآيات القرآنية التي تحدثت في بعض الجوانب عن العموم في الملكية أو العموم في التملك، خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من إلى غير ذلك من الآيات التي صرحت بأن التسخير بالنسبة لما هو كامن في الأرض إنما هو لعموم الناس، وغطوا الطرف عن أن هذه النصوص إذا جاءت بصيغة العموم في بعض المواطن فإن هناك نصوصا قد صرحت بالملكية الخاصة في مواطن أخرى، فكثيرا ما أضاف الله المال إلى ذاته من ناحية وأضافه إلى الإنسان من ناحية ثانية. وعندما يضاف المال إلى الإنسان أو تضاف الملكية إلى الإنسان دل ذلك على الملكية الخاصة لا على الملكية العامة. كذلك أخذوا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما حاولوا به قدر الاستطاعة أن يؤصلوا لفكرهم المادي أو لفكرهم الشيوعي، وذلك من خلال بعض الأحاديث التي قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحفظها جميعا: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. فجعلوا من هذا الحديث الذي فهموه على غير وجه أو فهموه فهما صحيحا ولكنهم صرفوه عن المعنى المراد ليجعلوا منه شاهدا على نجاح التيار الشيوعي أو الدعوة إليه، جعلوا منه شواهد على أن هذه الأمور ينبغي أن تكون مشاعا وألا يقتصر فيها على فرد أو جماعة، مع أن ظاهر النص الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار، كل الشراح قالوا الماء أي الجاري الذي لم يقم أحد بحفره أو الإنفاق عليه، مثل مياه البحار، مياه المحيطات، مياه الآبار التي نبعت بذاتها. أما أن يخدم إنسان على استخراج ماء بتكلفة مالية من جيبه أصبح الماء ملكا له، لا يحول دونه في حالة واحدة،
إذا توقفت حياة كائن حي على السقيا منه أصبح للكائن الحي الحق في أن يستسقي أو أن يشرب منه، وأما أن يأخذ منه لزراعة أو صناعة أو تجارة أو ما شاكل ذلك فهذا لا يتأتى إلا وفق المعايير الفقهية المتعارف عليه. الماء والكلى أي العشب أيضا، وهو الذي نبت نبتا طبيعيا في غير زراعة ولا تكلفة، وقد كان ذلك معروفا عند العرب قبل الإسلام وفي حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نعرفه منذ سنين عددا فيما هو خارج على شواطئ الترع والمصارف وما شاكل ذلك، حيث ترعى الأغنام وترعى الدواب ولا يستطيع أحد أن يحول دون ذلك. ثم النار، وهذا أمر عرفه العرب، وهو أن إيقاد النار بليل إنما هي دعوة لكل شريد أو لكل جائع أو لكل خائف أو ما شاكل ذلك أن يأنس بها، وهذا كان موجودا من أيام موسى عليه السلام: إني آنست من جانب الطور، فالنار كانت تعبر عن وجود أناس يقيمون في هذا المكان، فليكن الذهاب إليهم بصرف النظر عن الجنس واللون والنوع وما شاكل ذلك، ولهم حق الضيافة. ولكن بقول هذا الطيار قام وبذل كل جهد وألفت كتب وكانت هناك أحزاب تروج له. الشيء العجيب والغريب إن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وبعد الهزيمة الشيوعية لازلنا نرى بعض الأحزاب الشيوعية قائمة حتى وقتنا هذا في بعض الدول العربية، ولا يزالون يتباهون بهذه التسمية، ولا تزال بعض الأفكار أو بعض المعتقدات قائمة بهؤلاء. والذي يحزن الإنسان أن كثيرين من هؤلاء أسماؤهم هي مطابقة لأسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون بني محمد أو أحمد كذا، ولست بحل أن أذكر أسماء أقطاب الشيوعية في مصر في فترة ما من الفترات، ولكني أقول إن نجمهم قد خبت أو خفت في ديارنا والحمد لله، وإن كان لنجمهم أفول عندنا فإن له ظهورا في ديار أخرى غير ديار. هذا التيار الذي قام على أساس غير ديني وهو يشكل خطرا كما قلت، هو الذي عاد ليروج لظاهرة الإلحاد، فهناك تقارب كبير بين الفكر المادي والفكر الإلحادي، فكلاهما ينكر وجود الخلق وينكر وجود الخالق ويلتمس الأسباب لكثير من الاستحلال، بما في ذلك استحلال الأموال واستحلال الفروج وما شاكل ذلك، باعتبار أن الشرائع هي التي تعرف الحلال والحرام، وأما ما وراء الشرائع فالعرف والمنفعة يؤثران تأثيرا كبيرا على التصرف أو اتخاذ القرار أو ما شاكل ذلك. يلحق بهذا التيار وهو الأشد تيار قريب منه، وهو ما يسمى بالتيار العلماني، وهذا موجود أيضا في بلاد العالم العربي والإسلامي، وإن كان له ما يبرر نشأته في أوروبا أو في الغرب فليس له ما يبرر نشأته في ديارنا لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ أنتم درستم ذلك في مرحلة التعليم الجامعي في المذاهب الفكرية، وكثير منكم قرأ عن العلمانية أو العلمانية، والعجب أننا كدعاء
كثيرا ما نشغل أنفسنا بضبط حرف ونختلف وننقسم ونضيع كثيرا من الوقت حتى نقول بفتح العين أو بكسر العين، بينما هم لا يشغلون أنفسهم بالحروف ولا بالمباني، وإنما يشغلون أنفسهم بالأهداف والمعاني. فحتى نحرر اللفظة يكونون هم قد استقطبوا عددا من أبنائنا وضموهم إلى صفوفنا. نحن نعلم أن أوروبا في العصور الوسطى كانت سلطة رجال الدين فيها قوية للغاية، وكان النظر في الكتاب المقدس قاصرا على رجال الدين، وأمر الجنة والنار مرتبط بالأحبار والرهبان، والاعتراف بالذنب هو من فروض العين، وممارسة طقوس تتعارض مع العقل كان أمرا عاطفيا، وبخاصة أن كثيرا من معتقدات الآخرين العقل لا يقبلها، ولكن الموروث الاجتماعي هو الذي فرضه أو الذي فرض ذلك على الأتباع. إذن هناك مسوغات لأن ينشأ تيار يرفض دينا هذا حاله، دين أولياته تعارض العقل وتصادم العرف أو تصادم الفطرة. عندما يقال لعاقل إن الله نزل من السماء ودخل في مريم وخرج منها في صورة إنسان ليعلم الناس التواضع وظل بينهم 33 عاما ثم أخذه الذين خلقهم فأذاقوه ثم العذاب أو أذاقوه الموت ثم قبروه ثم أحيي مرة، قصة طويلة، العقل يلفظه. هنا نشأ تيار اللي هو بيسمى بالتيار العلماني اللي قال لك خلي الدين ده للي عايزه، وإحنا هنتعامل مع الكون بالحقائق الإيه؟ العلمية. وقع صدام بين هذا التيار وبين المشتغلين بالدراسات الدينية، لأن كل كشف علمي أو تقدم علمي يأتي مصادم للآيات الكونية والآيات الإنسانية في كتب القوم، فوقع الصدام والصراع، وانتصر التيار العلماني على التيار الديني، لأن التيار الديني كان مصادما كما قلت للعقل. هذا له ما يبرره عنده، ولكن بكل أسف وجدنا في ديارنا من ذهب إلى هناك وعاد ليروج لفكرة ضرورة فصل الدين عن الدنيا والدعوة إلى استبقاء الدين في القلب وأن يكون مظهر الدين في المحراب، وأما التطبيق العملي للدين جملة وتفصيلا فهذا لا يتأتى قبوله لا من قريب ولا من بعيد. ومن هنا ظهرت الدعوة كما قلت إلى ما يسمى بالعلمانية، بمعنى تغليب العلم على الدين والاحتكام إلى منطق المنفعة أو ما شكل ذلك. هذا تيار له من الناحية الفعلية اتجاهات، اتجاه يقول برفض الدين بالكلية، واتجاه يقول نستبقي الدين ولكن نحده عند حده. يعني مش كل العلمانيين ماديين أو ملاحدة، إنما هم فريقان، فريق يقول نخلي، ولذلك بعضهم بيصلي ويصوم ويزكي ويقول لك ده حاجة بينك وبين ربنا. فإذا ما جئت بقى للواقع الاجتماعي يقول لك لا، ما تقوليش قال الله ولا قال رسول الله، وإنما تقول لي الضرورة أو الواقع أو ما نحن فيه أو ما شاكل ذلك. هذا تيار أيضا من التيارات الموجودة الآن، وهو تيار غالب في بعض الأماكن أو في بعض القطاعات أو في بعض وسائل التعليم، ولكنه في كثير من الأحيان ما يلعب لعبة ما يسمى بشد الحبل. أحياناً
يتطاولون وأحيانا أيضا يتباطؤون من في ظل ظروف اجتماعية معينة يكون الإقدام أو يكون الإحجام. فإذا ما انتقلنا من هذه التيارات المحسوبة على الإسلام وهي تؤذي الإسلام أكثر مما تنفع الإسلام وتؤذي المسلمين أكثر مما تخدم المسلمين إلى التيارات الدينية التي تعلي جميعا راية الإسلام، وكل يقول إنه يملك الحقيقة وحده دون سواه. وجدنا هذه التيارات أيضا قد اتسمت بسمات تبلغ حدا في الكسر، منها ما أعلن عن تسمية ذكرتها لبعضكم في بعض المحاضرات، تسمية لا أساس لها لا من كتاب الله ولا من سنة سيدنا رسول الله، ومنها ما استبقى اسما وارد في الكتاب أو السنة ولكنه وظف الأفعال ضد التسمية التي تسمى بها، ومنها ما هو وراء ذلك، ولنكن واضحين في تناولنا لهذه القضية. أولا، وسطية الإسلام معروفة، يسر التشريع قائم، الأمر بعدم تحميل النفس فوق الطاقة يعرفه العام والخاص، منهج الدعوة واضح وصريح. ولكني في خاتمة اللقاء سأحدد نقاط وأبين جوانب الخروج الشرعي فيها عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الأولى أن الحق سبحانه سمى دينه بالإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمى دعوته بالدعوة الإسلامية، ورسول الله سمانا في ضوء القرآن بالمسلمين. إذن إحنا أمام تسمية تتعلق بالدعوة وتسمية تتعلق بالمدعوين. ما يتعلق بالمدعوين كما ورد في النص القرآني، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، فإن تولوا فقول اشهدوا بأن مسلمون. يبقى دي تسمية المدعوين. تسمية الدعوة وردت من سبيلين كما قلت. السبيل الأول ما ورد في النص القرآني، رضيت لكم الإسلام. التسمية المركبة الدعوة الإسلامية وردت صراحة في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل كتبا إلى الملوك والرؤساء، في بعض الأحيان كان يقول لمن أرسل إليه كتابه أدعوك بدعوة الإسلام أو أدعوك بدعاية الإسلام. إذن فالرسول سمى دعوته بالدعوة الإسلامية، والله سمى دينه بأنه الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مسبوق في قضية الدعوة وليس سابق، وإنما هو خاتم. إنا أوحينا إليه بعد وتلك حجتنا. ومع ذلك بعد ذكر هؤلاء أجمع يقول الله له أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. إذن هم سلف لسيدنا رسول الله باعتبار ما درسناه في نصوص القرآن أن ما مضى يسمى سلف، إلا ما قد سلف عفى الله عما سلف يغفر لهم ما قد سلف إلى غير ذلك. ومع هذا عندما أمر صلى الله عليه وسلم أن يحاج أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا، في خاتمة الآية قال الله سبحانه وتعالى فإن تولوا فقول اشهدوا بأن، ما قالش السلفيون وإنما قال بأن مسلمون، وذلك لتحديد مسمى دينه، مع أنه في آيات أخرى قال له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وقال لنا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. لكن قال لما يحصل
خلاف أو شقاق أو صدام أو إعراض أو رفض ما تقولوش إحنا سلف، وإنما قولوا إحنا إيه؟ مسلمين. ومن هنا حسمت التسمية فيما يتعلق بالدعوة الإسلام، فكل تسمية غير تسمية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تسمية بدعية، لأن البدعة في مقابل السنة، والبدعة هي ما عارض السنة. هذه نقطة أساسية في التيارات الدينية التي تناوئ الدعاة مسارهم أو تشتغل بدعوة تزعم أن لها ولاية أو وصاية في هذا الأمر. النقطة الثانية أن الله أخبرنا بما سميت به الرسالات السابقة، سواء بحق موسى أو بحق عيسى عليهما السلام، ونصوص القرآن قطعية أن موسى جاء بالإسلام، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، أو فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين في سورة يونس، وعيسى بنص القرآن جاء بالإسلام واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا. ومع ذلك أتباع موسى دعوا أنفسهم باليهود أو دعوا باليهود، وأتباع عيسى دعوا أنفسهم بالنصارى أو دعوا بالنصارى. بعد فترة زمنية معينة تناسى الناس التسمية الحقيقية لدعوة موسى ودعوة عيسى عليهما السلام وهي الإسلام، ووجدنا على ألسنة العام والخاص أن دعوة موسى تسمى باليهودية ودعوة عيسى تسمى بالنصرانية. وأخشى ما أخشى عندما تأتي طائفة وتضع اسما بديلا لاسم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة الإسلامية بكلمة الدعوة السلفية، ويكتب ذلك على بعض المساجد ويكتب على بعض الكتب ويكتب في بعض الدعوات، أن تأتي فترة زمنية بعد 1000 سنة أو 2000 سنة أن يتناسى الناس الاسم الشرعي الذي ورد عن ربنا وورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى تسمية ما أنزل الله بها من سلطان، لا من قريب ولا من بعيد. النقطة الثالثة فيما يتعلق بهذا التيار أيضا من حيث التسمية بصيغة العموم، وهو أننا مطالبون أن نفرق بين أمرين: الأمر الأول اجتزاء النص القرآني والحديث النبوي في التعامل معه، وبين صيغ العموم الواردة في القرآن والسنة والتعامل معهما على أساس من التكامل لا على أساس من الاجتزاء. بمعنى إن هذا التيار يقول إن خيرية هذه الأمة إنما هو قاصر على القرون الثلاثة الأولى. من أين جئتم بهذا؟ يقولون من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نقول له كما قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أثنى على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، فإن الله قد أثنى على أتباع سيدنا رسول الله إلى قيام الساعة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يبقى دول أصحاب سيدنا رسول الله. طب وبعدين؟ والذين إيه؟ اتبعوهم بإحسان. هذا نص. نص تاني لما القرآن بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، من يستطيع أن يقول إن هذا النص قاصر على أصحاب سيدنا رسول الله؟ ذلك يعني أن النص القرآني يقف عند حد زمن معين، وهذا مصادم لطبيعة النص. والآية القرآنية ما تليت
في قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس هي آية قائمة بمبناها ومعناها إلى قيام الساعة إن شاء الله. فإذا نحن مدرجون ضمن الخيرية أو الخيرين إذا ما قمنا بالشروط المنصوص عليه، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك ما ورد في القرآن الكريم بصيغة العموم عندما امتدح الله سبحانه وتعالى رسوله من ناحية، وامتدحنا أيضا بما مدح به رسوله صلى الله عليه وسلم من ناحية ثانية، وذلك من حيث التحمل والأداء. والتحمل أن نتلقى كما تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن ربه بواسطة جبريل، ونحن عن ربنا بواسطة نبينا، ثم أخبرنا قائلا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هل قوله سبحانه وتكونوا شهداء على الناس قاصر على الفترة الزمنية في حياة أصحاب سيدنا رسول الله، أم أن النص عام إلى قيام الساعة؟ عندما يمتدح الله سبحانه المهاجرين والأنصار في سورة الحشر فيقول للفقراء المهاجرين، ثم يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم يذكرنا أيضا بخير والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فجعل لهم سبقا وجعل لنا تبعا، ونحن أيضا لمن يأتي بعدنا سبق ومن يأتي بعدنا فهو تبع. إذن فالتعامل مع النص القرآني على أساس من الاجتزاء لا يجوز من الناحية الشرعية لا من قريب ولا من بعيد. فإذا ما انتقلنا إلى التعامل أو تعامل هذا التيار مع السنة النبوية المطهرة، وجدنا أيضا اجتزاء في التعامل مع السنة على أساس من أفكار راسخة أو من دعوات وافدة أو من نتائج تطلب لها مقدمات، وما هكذا يكون التعامل مع سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحن جميعا نعرف أن كل كتب السنة فيها باب أو كتاب يسمى بكتاب الفضائل. هذا الكتاب الأحاديث ترد فيه بصيغتين، صيغة الإفراد وصيغة العموم. وصيغة الإفراد يعني أن يثني صلى الله عليه وسلم على صحابي بعينه كأبي بكر وعمر وعثمان إلى آخره. وصيغة العموم أن تأتي الأحاديث بصيغة العموم. إذا نظرنا إلى الأحاديث التي ترد بصيغة العموم لا يمكن أن نحصرها الآن، ولكني أقول عند النظر في ظواهر كثير من الأحاديث نجد أنها غير خاصة بزمن معين. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، لا نستطيع أن نجعل ذلك قاصرا على زمن معين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، والرواية الثانية من سلم الناس، لا يمكن أن نجعلها قاصرة على زمن معين. كذلك عندما يذكر صلى الله عليه وسلم أحبابه ويسأله الصحابة عن هؤلاء فيقول قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يرون، فجعل لمن آمن به ولم يره من الفضل والخير مثل ما للسابقين من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تفاوتت المراتب. كذلك ما ورد بأحاديث أو في أحاديث بصيغة العموم
أن طائفة لا تزال قائمة على هذا الأمر إلى قيام الساعة. هذا التيار الذي يناصب كما قلت كثيرين الآن، الصراع أو الصدام أو مسيرة الدعوة، قد سلك مسالك لم نسمع لها عن أصل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أصحاب سيدنا رسول الله، وهو ما أختم به هذه الدقائق. فعلى سبيل المثال، الآيات المتعلقة بالذات الإلهية قد نزلت وتليت وسمعت، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقها شيء على وجه الإطلاق. يعني لما القرآن يقول يد الله أن تسجد لما خلقت بيدي والسماء بنيناها بأيد إلى آخره، لم يتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد بشيء من البيان على وجه الإطلاق. ولم أرى صحابيا سأل رسول الله قائلا ما يد الله أو ما عين الله أو ما نزول على وجه الإطلاق. الذين سألوا عن الذات الإلهية في ضوء القرآن، وأنا أوصيكم أن يكون دائما الانطلاق في الدعوة من آيات القرآن وما صح عن سيدنا رسول الله عشان تبقى حجتك قوية. الذين سألوا عن الذات الإلهية في القرآن هم اليهود فقط، اللي قالوا له صف لنا ربك، ما طوله، ما عرضه، ما يده. فنزل القرآن يقول وما قدر الله حقا. إذن السؤال عن الذات كان من شأن أهل الكتاب ولم يكن من شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من قريب ولا من بعيد. وجدنا هذا التيار يحرص قدر الاستطاعة على أن يلزم أتباعه وأن يدعو إلى ذلك بوجوب الإيمان بالنصوص على ظواهرها طوعا أو كرها. ولا يكتمل إيمان المؤمن إلا إذا آمن بأن لله يدا وأن له إلى آخر ما يتعلق بهذا. ولما أفرط أتباع هذا التيار في تناول هذه القضايا بالبيان، وجدنا أحد أتباع الإمام أحمد بن حنبل وهو الإمام ابن الجوزي يؤلف كتابا يرد به على هؤلاء، وهو ما يعرف أو الكتاب الذي كتبه تحت عنوان دفع شبه التشبيه. والشيخ محمد أبو زهر أتى بجزء من هذا الكتاب في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية، ومع ذلك لازلنا نرى أفكارا تتعلق بهذه الأمور من جانب، وأمورا أخرى تتعلق ببعض العادات والتقاليد والأعراف من جانب آخر. هذا التيار لو أن أهله اشتغل كل منهم بتخصصه ودعا إلى ربه من خلال تخصصه الدقيق لكان أولى بهم ولكانوا أنفع للإسلام. ولكن عندما نقرأ أسماءهم ونعرف صفاتهم وتخصصاتهم نجد أنهم قد عدلوا عن الطب والزراعة والهندسة إلى آخره، ومالوا إلى الاشتغال بالدعوة، لأن الدعوة في فترات زمنية كانت الكلأ المباح الذي لا يصد عنه صار. هذا التيار له آثار إيجابية وآثار سلبية، وهناك تيارات أخرى لا أريد أن أشير إليها في هذا اللقاء حتى لا أشق عليكم. أكتفي بهذا القدر وآخذ 5 أسئلة فقط ولن أطيل في الإجابة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا.